أهلا بكم مشاهدينا. شهدت أسواق العملة في المناطق المحررة طلبا كبيرا على الدولار مقابل عرض محدود منه، الأمر الذي جعل أسعار الدولار في تلك المناطق تنافس سعر العاصمة وتتفوق عليه في بعض الأحيان، ما أرجعه مراقبون إلى ضعف حركة التنقل عبر الحدود السورية التركية مؤخرا. فعادة ما تكون أسعار الدولار في مناطق النظام خاصة في العاصمة هي الأعلى بسوريا. وإلى أسعار العملات، حيث وصل الدولار صعوده في الأسواق السورية مرتفعا بحوالي ليرتين عما سجله يوم أمس، ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالي 267 ليرة سورية للمبيع، كما سجل سعر صرفه في حلب قرابة 267 ليرة سورية للمبيع أيضا. وفي سياق متصل، وجه المصرف المركزي التابع للنظام تحذيرات متتالية إلى المصارف الخاصة بسبب طغيان ظاهرة عقد مجالس إدارتها خارج سوريا، حيث ألزم حاكم المصرف أديب ميالة المصارف بعقد اجتماع واحد داخل البلاد بعد ثلاثة اجتماعات في الخارج، ويعود ذلك إلى أن نسبة لا يستهان بها من أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة ينتمون إلى دول اتخذت موقفا مؤيدا لثورة الشعب السوري، وهؤلاء كان لهم دور في عقد مجالس الإدارة لاجتماعاتها خارج سوريا، ويصل عددهم وفق تقرير صادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى نحو 46 عضواً. وفي دير الزور انتعشت في الأيام الأخيرة تجارة تهريب البشر من حي القصور والجورة اللذين يقعان تحت سيطرة النظام والمحاصرين من قبل تنظيم الدولة. ووفقا لصفحة دير الزور تذبح بصمت، شهد يوم أمس خروج الكثير من الشبان من حي الجورة والقصور عن طريق مهربين بكلفة 25 ألف ليرة للشخص الواحد. هذا ويعاني حوالي 300 ألف سوري في الأحياء المحاصرة في دير الزور من أوضاع معيشية صعبة. تحدثت مصادر مطلعة عن تهريب كميات كبيرة من الرز والسكر من مراكز التموين في دمشق وبيعها في السوق السوداء عن طريق جهات موالية للنظام، وأوضحت المصادر أنه فيما يصل سعر كيلو السكر أو الرز على البطاقة التموينية إلى 25 ليرة سورية، فإنه يتضاعف في السوق السوداء 7 أضعاف. يشار إلى أن حكومة النظام أعلنت في شباط الماضي أن هناك نحو 200 مليون ليرة سورية تم هدرها في المؤسسة العامة للسكر دون أي مبرر.
وفي أسعار المعادن ارتفع الذهب هو الآخر بحوالي 400 ليرة في الأسواق السورية تماشيا مع ارتفاع الدولار محليا رغم استقرار سعره في الأسواق العالمية، فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 8925 ليرة سورية حسب تداولات سعر الذهب في الأسواق السورية، فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 إلى قرابة 7649 ليرة سورية. عربيا، قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله نسور إن حكومته تمكنت من تخفيض العجز المالي لموازنة الدولة بصورة غير مسبوقة بحسب تعبيره، موضحا أن العجز المقدر في موازنة العام الحالي يبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار، وتشمل عجز الموازنة الحكومية وكذلك الديون المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، لافتا إلى أن 2015 هو عام الطاقة في البلاد. وفي ليبيا، قال مسؤول نفطي إن ناقلة رست في ميناء زويتينا شرق ليبيا لنقل 750 ألف برميل من النفط الخام، وأضاف المسؤول أن الناقلة بدأت تحميل النفط من صهاريج في الميناء، إلى أن تدفق النفط من الحقول المتصلة ما يزال متوقفا بسبب الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوع، حيث أغلق عاطلون عن العمل خطوط الأنابيب المؤدية إلى الميناء مطالبين المؤسسة الوطنية للنفط بتشغيلهم، ما أدى ذلك إلى إغلاق حقل النافورة النفطي الذي كان يضخ قرابة 30 ألف برميل يوميا إلى زويتينا. اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو تصدير الصومال 5 ملايين رأس ماشية العام الماضي إلى أسواق الخليج رقما قياسيا بفضل الاستثمارات الضخمة في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ويعد هذا الرقم أعلى عدد من الحيوانات الحية المصدرة من الصومال خلال السنوات العشرين الماضية. هذا وتدير فاو وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التي جمعت بيانات الصادرات الصومالية البالغة 4,600,000 رأس من الماعز والخراف و340 ألف رأس من الماشية و77 ألف رأس من الإبل في عام 2014، تقدر قيمتها بنحو 360 مليون دولار. في تقريرنا العالمي، اتفقت روسيا مع الجانب التركي للانتهاء من مد الخط التركي لنقل الغاز الروسي بنهاية العام القادم. وفي موضوع آخر، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد حلول بديلة أمام اليونان سوى تحقيق تقدم في المحادثات. المزيد من الأخبار في التقرير التالي. أعلنت شركة غازبروم الروسية التوصل لاتفاق مع الجانب التركي يتضمن الانتهاء من مد خط السيل التركي لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود في كانون الأول من العام القادم، إضافة إلى تحديث شبكة السيل الأزرق الذي ينقل حاليا معظم حاجات تركيا من الغاز الروسي، ما يعني تنفيذ موسكو استراتيجيتها القاضية بالتخلص من اعتمادها على شبكة الخطوط الأوكرانية لنقل الغاز إلى أوروبا. حث الاتحاد الأوروبي أثينا ودائنها على تحقيق تقدم في محادثاتهم بشأن إبرام صفقة لتقديم أموال مقابل الإصلاحات، محذرا من عدم وجود خطة بديلة في حال تخلف اليونان عن السداد. ارتفع مؤشر سعر المستهلكين في الصين إلى 1.5% في شهر نيسان بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، معززا بذلك المخاوف بشأن الضغوطات التضخمية والتي من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من تخفيف السياسة الاقتصادية. سجل الجنيه الاسترليني أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار، وذلك بدعم من اتجاه حزب المحافظين للفوز على العمال بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة البريطانية. كما ارتفع الدولار أيضا أمام عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والين مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأمريكية.
ختام الفقرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة. أما الآن عودة إليك راضية لاستكمال جولة الظهيرة، تفضلي.